أصبحت المدرسة ببناء مكتمل حلماً يراود مئات الطلاب وعشرات المعلمين في مدينة تعز التي كانت قبل انقلاب الحوثي عاصمة الثقافة اليمنية. هذا هو حال طلاب مدرسة الوحدة القريبة من تعز، فرغم ما حل بها من دمار بسبب القتال، عاد الطلاب إليها في أول أيام العام الدراسي الجديد. المنطقة عانت من مشاكل كثيرة، توقفنا تقريبا بحدود سنة، لكننا أجبرنا على إرسال أولادنا إلى المدرسة، رغم أنه في مخاطر قوية جدا. كانت أولها كانوا نعاني هنا في المنطقة، فيها ألغام. ثاني حاجة، المبنى المدرسي مهدم كما أنتم شايفين الآن. وتقول الأمم المتحدة إن مليوني طفل من أصل 7 ملايين في سن الدراسة في اليمن لا يذهبون إلى المدرسة على الإطلاق، إذ تم إيقاف التعليم في أكثر من 2500 مدرسة. محافظة تعز كغيرها من محافظة الجمهورية تعرضت لأضرار كبيرة في مجال قطاع التربية والتعليم، إلا أن تعز أخذت نصيب الأسد من هذه الأضرار، ف 47 مدرسة هدمت تهدم نهائي. فريق المدرسين يضطرون لكتابة الدروس اليومية بأقلام الرصاص على الأعمدة الإسمنتية بسبب غياب أبسط متطلبات المدرسة، لوح الكتابة. 500 طالب في مدرسة الوحدة ميلات يدرسون تحت الأنقاض ومعرضين للخطر، فنحن نناشد العالم ككل ورجال المال والأعمال بأن ينقذونا، لأن المدرسة آيل إلى السقوط، فإن استمرينا فنحن مهددين بالخطر، وإن توقفنا فقد يدمر جيل بدون تعليم. ويسعى التحالف العربي بقيادة السعودية وعبر مركز الملك سلمان للإغاثة لإعادة إعمار ما دمره الانقلاب الحوثي، فيما تعمل الأمم المتحدة على إنعاش قطاع التعليم في البلاد رغم نقص التمويل.